مرحبا بكم معايا اليوم فيديو جديد. غتشوفوا معايا الطريقه ديال التحضير ديال لي شوسون بلي زيبينال ولا السبانخ. غادي نسخن شويه ديال الزيت الزبديه، غادي نضيف عليها بصله صغيره محكوكه، تنخلط كلشي مزيان. نضيف عليها لي زيبينال قطعتها مزيان، شويه ديال المليحه، شويه ديال الابزار، من بعد تنصفيها من المرقه ديالها وتنحطها في واحد الزلافه كبيره. غادي نضيف عليها الفرماج، غادي نحتاج الفرماج ديال الريكوتا، الفرماج ديال الفيتا، ثلاثة ديال البيضات، شوية الملح، شويه ديال الابزار، وتنحرك كلشي مزيان. من بعد كنجيب واحد الصينيه، تنحط فوق منها ثلاثه ديال الوريقات ديال الفيلو اللي كنكون دهنتهم مزيان بشويه ديال الزبده والزيت. تنبدا تنصبغي بشويه الخليط ديالي كامل، من بعد تنغطيه بثلاثه ديال الوريقات ديال الفينو اللي عاوتاني تندهنهم بالزبده والزيت. هادوك الجناب ديال الفينو تندخلهم لداخل، من بعد كنجيب واحد المسمار ديال كنقطعه على شكل مربعات، ملي تنسالي تندخل الصينيه ديالي للفران اللي كنكون سخنته من قبل درجه الحراره 180، تنخليهم تيطيبوا على خاطرهم حتى كيولي اللون ديالهم محمر بحال هذا الشكل. هذا كنتمنى هذا الفيديو تكون عجبتكم. تلاقاو فيديو جديد، بسلامه.